جهاد هو الاسم الحركي للشهيدة دلال المغربي. ولدت دلال وهي لاجئة عام 1958، وعاشت بمخيم صبرا في بيروت. ربطتها علاقة وطيدة بشقيقتها رشيدة، فكانتا معا كالتوأم، واعتادتا منذ طفولتهما على قراءة الصحيفة لوالدهما. قرأنا انه في عملية صارت بفلسطين عملوها مجموعة فدائيين، هيدي بداية وعينا من اكتشاف انه احنا لاجئين وفلسطينيين، لبلشنا نقرأ ونسمع انه في فدائيين عم ينزلوا، عملوا عملية بعيلبون. انا بتذكر ما قاعدة عم بقرأ بالجريدة لأبوي شو كاتبين بالجرايد، وبعدين صار في عمليات تانية، بعدين صار كثرة العمليات الفدائية، صرنا نقول ايه نحن كمان بدنا نعمل عمليات، مش هيدا عشان فلسطين، ليه نحن كمان ما نكون مع الفدائية؟ فصرنا نقول لأبوي، قلنا يا بابا انتوا صغار بعدكم. حبها للقضية الفلسطينية دفعها للالتحاق بمعسكرات الأشبال منذ صغرها، وفي عام 1976 عندما كانت في الثانوية انضمت إلى الكتيبة الطلابية التي أسسها الشهيد علي أبو طوق. بهاي الفترة الحقيقة كان علي أبو طوق بلش يشكل ظاهرة، هي ظاهرة القدرة على العمل، القدرة على السهر، القدرة على العطاء، القدرة على الشغل. فكان كل يوم ينزلوا على المدارس الثانويات ويأتون بمئات الطالبات والطلاب. من ضمن هؤلاء الحقيقة جاءت صبية، أكاد أقول طفلي يعني، اسمها دلال المغربي. دلال كانت بتدرس في مدرسة صبرا وشتيلة. الحقيقة لفتت انتباهنا هاي الصبية الصغيرة. بنت نشطة، بنت أليفة، بنت محبة، وأيضا هي صارت تقوم بدورها بكيفية تجنيد أعداد أخر من الطالبات والطلاب في المدارس الثانوية. كانت مقاتلة شرسة جدا، تحكي لي انه في عندك موقعين ثلاثة من المواقع، كانوا يقولوا لها طب تقدمي انت دلال خلال معركة، كانت هي تكون بالمقدمة. تقريبا شهر 9 77 كنت على القاعدة اللي كانت فيها هي تتدرب، هي الشباب اللي معها، لأنه في جزء من الشباب اللي كانوا معها كانوا أولاد وحدتي، يعني كنا نخدم مع بعض. فرجعت أنا من الكويت، رحت أسلم عليهم وشفت دلال. طبعا أول مرة قلت له يعني ما كنتش عارف إنه بنت، يعني كنا قاعدين مع الشباب وبسلم عليهم وبنمزح مع بعض. أنا عرفت وين لما نادى عليها واحد من الشباب بقول لها يا دلال تعالي. أنا بخعت ساعتها يعني أو تفاجأت. في خطوة غير مسبوقة ألقى الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1977 خطابا في الكنيسة الإسرائيلي من أجل دفع عملية السلام في ذلك الوقت. على إثر هذه الزيارة أعلنت إسرائيل عدم اعترافها بالدولة الفلسطينية ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية، مما دفع الرئيس ياسر عرفات وأبو جهاد إلى تنفيذ عملية نوعية في الأراضي المحتلة وتحديدا في تل أبيب لإثبات وجود منظمة التحرير. أن هنالك شيئا لا يمكن أن يحزن ولا يمكن أن يتشاهد. طبعا احنا عمليتنا سميت باسم الشهيد كمال أدوال نسبة للشهيد اللي تم اغتياله في عملية الفردان، الثلاث قادة اللي استشهدوا في لبنان بشارع الفردان، اللي هو كمال أدوال وكمال ناصر وأبو يوسف النجار. واللي قام بالعملية أو ترأس العملية اللي هو يهود براك. طبعا عملية باسم كمال أدوال مجموعة دير ياسين، مجموعة دير ياسين اللي هي مجازر دير ياسين، دير ياسين اللي صارت في فلسطين 48. فأبو جهاد بلش بال 77 تقريبا بمنتصفها يختار
ينتقي مين اللي حيكونوا بالدورات تاعت العمليات النوعية في الأرض المحتلة. قالت لي انه طلبوني على مكتب ابو جهاد وقال انه بدهم يضيفوا اسمي لقائمه التدريبات النوعيه. قلت لها والله؟ قالت لي ايه. قلت لها طيب. قالت لي وحنبدا نلتحق بالمعسكر عشان نتدرب هاي التدريبات بعد اسبوع 10 ايام. فاختيار دلال بالذات من أبو جهاد اللي تكون في ضمن هاي العملية هو رد على براك وعلى العملية، لأنه اسم العملية كمال عدوان، إنه يا براك أنت جيتني بلباس مرأة بس أنا ببعث لك مرأة حقيقية تكسر وجهك. شهر 3 قرر أبو جهاد إنه جاهزين المجموعة وكل الترتيبات جاهزة لأنه يطلعوا. وفعلا قالت لي خلاص هلأ هاي المرة أنا جاي أودع. كان 8 الشهر لما اجت على البيت، قعدت معنا ومع الكل وقالت سألنا ماما، قلنا لوين بابا؟ قالت لنا ماما هاي أبوكم بالجبل هلأ. فدلال زعلت كتير إنه هي على أساس حتى لو ما بدها تقول لهم يلا باي، بس كانت حابة تشوفهم. فزعلت كثير انه ابوي ما كانش بالبيت ليلتها. ابي، ما اصعب الكتابه عنك واليك. وهبتني العطاء والتضحيه والاخلاص للارض، فكنت كفءا لذلك، لن اكتب لك اكثر. بالنسبه لامي لن اكتب عنها شيئا، لاني ان فعلت فمعنوياتي ستتحطم. حضرت إلى البيت يوم الخميس صباحا، وكان نزولي لأراك، ولكن كان حظي زفت. لم أودعك ولم أرك يا أبي، ولكن تأكد مهما غبت، تأكد بأنني موجودة معك وأعيش معكم. لا تذرف دمعا كثيرا، فقد صرت بنتا للبلاد. الصبح طلعنا من البيت حوالي الساعة 7:15. ماما احنا بيتنا ارضي، فماما طلعت من الشباك قالت اينكم ترجعوا؟ قالت طب رجعوا الظهر، هيني حاعمل لكم لوبيا. انا طلعت انا بماما، قلت لها ايه ماما ان شاء الله. دلال ما قدرت تطلع، ما التفتت، ضلت هيك اسرعت خطواتها، لانه شو بدها تقول ماما مش حارجع ولا ما بدها تكذب عليا. والحمد لله ابوي علمنا ما نعرف نكذب. طلعنا مرقنا على استوديو، نزلتها على الكولا. هلا قلت لها يلا باي على الموقف، وضليتني واقفه لحديت ما تعبى الباص ومشي، وانا قاعده هيك عم بتطلع فيها. بعدين بعد ما مشيت رجعت هيك، بتعرفي حسيت للحظه اني صرت يتيمه، بس بالنهايه. وحسيت كمان انه ما بعرف، حسيت بغيرة، حسيت بفقد، حسيت بشو، بس انا عارفة هذيك اللحظة عرفت انه جزء مني راح على فلسطين. يمكن غيرت كمان انه هي راحت على فلسطين وانا لا. واخذونا من الموقع الجسمي للمينا، دخلنا على الباخرة، نزلنا غراضنا في الباخرة وقعدنا. بعد شوي رجع أبو جهاد والقيادة يعني. بعدين طلع من أننا راح قاعد مع قبطان الباخرة، أعطاه خريطة المسار الباخرة كيف يمشي وين بده ينزلنا. نزلنا من الباخرة بالليل للزوارق، وبالزوارق انطلقنا باتجاه الهدف. مشينا طول الليل بدون نتيجة، بدون ما نشوف إشي. يوم 11 طبعا الساعة 3:04 الصبح
أبو أحمد اليمني صحران والشباب، فقال له هاي في ضوء. فعلا صحينا احنا اللي بالزورق واتجهنا باتجاه الضوء لحد ما اجت موجة عالية من وراء الزورق اللي انا فيه، ارتفعت يعني بشبهها ارتفاعها انا عموديا بحدود 6 طوابق بناء، وكسرت الموجة. كسرت الموجة اجت في نص الزورق، لف الزورق لي، قلب الزورق، فاثنين راحوا بالمي استشهد. وصل الدلال ورفاقها العشرة إلى الشارع العام في حيفا بلباسهم المدني، محاولين إيقاف سيارات بشكل عشوائي لتقلهم إلى تل أبيب. واقفين بالشارع اللي بودع تل أبيب، نازل باص من الشارع اللي جاي من تل أبيب باتجاه حيفا، ولا هنا باص نازل من تل أبيب باتجاه حيفا. طلع أبو الرمز فتح الكليشن، خبط الباص، ضرب، وقف بعيد عنا حوالي 150 متر بالجهة المقابلة يعني. وبلش وقف بين الشارعين أبو الرمز وبلش يخبط السيارة لحد ما أجت سيارة 7 راكب مرسيدس صفت قدام. طلعنا ال 11 والسبعة راكب فوق بعض بأسلحتنا فوق بعض، لوين؟ عشان نلحق الباص. فأبو الرمز نط الرصيف اللي بين الشارعين، الجزرة هاي اللي بين الشارعين، نطها السيارة وعلى الباص. نطينا عليه احنا، واحد من قدام واحد من برا، انا وحسين فياض. ستوب ستوب وقف. طلعنا الشباب، طلعنا الركاب، وقعدنا الركاب اللي في الباص اللي بين الكراسي على الكراسي. هم سكرنا البراد الشبابيك في الباص وقلنا له على تل أبيب. اختطف الدلال ورفاقها باصا اخر وزجوا بركابه داخل الباص الأول، ليصبح عدد الرهائن قرابة 80، وذلك بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، ووزعوا على الرهائن بيان العملية. فلحقنا الباص ثاني بالطريق، وقفناه ونزلنا الركاب اللي فيه، ما عدا راكب واحد ما رضيش، طخوا الشباب قدام الباص كوعوه والباقي طلع معنا. طبعا الشباب من قدام كسروا القزاز الامامي كويس وبلشوا يطخوا على السيارات عشان تفتح طريق بركاميين لتل ابيب، واحنا ورا كمان كسرنا القزاز الخلفي وبلشنا نطلق رصاص من ورا على السيارات العسكريه والناس اللي يحمونا. فرض الدلال ورفاقها سيادتهم على الباص وقامت برفع العلم الفلسطيني وإلقاء التحية له، معلنة إقامة جمهورية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة. هي كانت في مقدمة الباص، أنا في المؤخرة. فهي لما رفعوا العلم قدام والشباب حملوه ورفعوا العلم أو حطوا العلم على مقدمة الباص كويس، إنه إحنا مسيطرين على الوضع. الساعة حوالي 9:30 كنت أنا مداومة وعم بسمع بالجهاز الترانزستور وأنا واقفة، وفجأة قالوا عملية ضخمة في تل أبيب إشي، وكان الخبر مختصر لأنه إعلام عربي، وعم بسمع التفاصيل. وقد تقدم الفدائيون في شارع في تل أبيب، عم بسمع وأنا عارفة يعني عارفة إنه هاي دلال ورفاقها. تل أبيب بدايتها منطقة اسمها كنتر كلب، هون عملوا الحاجز القوي اليهود، حطوا على عرض الشارع كله سيارات كويس مع استخدام أسلحة،
طبعا لما اول ما وصلنا بدايه كانتر كلب والحواجز الاسرائيليه ضربوا الباص القذيفي قدام هو بالطيران مباشر ما بعرف بس ضربوه قذيفي ووقف الباص صار اول شيء دخن سودا بعدين ولع عطمار لما ولع الباص انا وابو الرمز وصلنا الكرسي الامامي قد الباب الامامي لقيناها قاعدة على الارض وجريها تحتيها ونازل خف دم من راسها وعينها مغمضة وعينها مفتحة ونازل خف دم فلما شافتني قالت لي ابو صلاح قلت لها شو معك؟ قالت ارفعني يا اخوي رفعتها بقول لها شو في؟ قالت لي لا فيش شيء خذ هاي كلشني على الارض فيش شيء والدنيا عتمت ورصاص زي المطر بيدخل على الباص وبعدين اخذناها مسكناها على من ايده ومن ايده ونزلناها تحت بين الشجر حطيناها بجهه اليمين جهه البحر ونيمناها وانا بطحت جنبها يعني مش بعيد عنها اجري كان وصلت لعند راسها يعني البنطلون من هون من تحت بنطلون الكابوي كان بقعد دم هيك من راسها هون على اجري اجوا اليهود كملوا على الباص ضربوه كمان قذيفه من الخلف ولع الباص بالكامل ولقد انقطع الاتصال بأفراد المجموعة هيك سمعت هي اللحظة عرفت انه دلال استشهد بعد ما هذا الاشتباك اقتحموا المنطقة طوقوا المنطقة اكثر اجوا علي اربعة مسكوني طبعا اول ما مسكوني قال له هيني هو انا بالبداية ما كنتش اعرف شو معنى هيني هو بعدين عرفت انه هيني هو هذا هو جابوا سيارة إسعاف حطوني سيارة الإسعاف نيموني على الصاد على الأرضية وجاب الشباب استشهدوا كلهم برا وحطوا فوق التخت سيارة الإسعاف صفتهم فوق بعض أقام رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت مناحيم بيغن مؤتمرا صحفيا معلنا فيه أن الفدائيين هم من قاموا بتفجير الباص وقتل من فيه بقنبلة يدوية مجرد ما سمعنا في العملية فعلا رد الفعل الأول عملتها يعني شايكي وإنه منتمي لها الصبية الصبية عملت رواية مثل ما قال نزار قباني استطاعت أن تقيم جمهورية فلسطين كانت الساعة حوالي صارت 11 ظهر إجا أبو عمار إجا أبو جهاب إجا سعد صايل فاتوا على البيت أبو جهاب كان حامل بوكيه ورد ومكتوب عليه للبوكيه هكذا تزف بنات فلسطين رد الاحتلال على العملية باجتياح جنوب لبنان حيث توغل في الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني مخلفا وراءه آلاف الشهداء والمهجرين بعدها صار فترة التحقيق قعدنا بالسرفاند قعدت أنا بالسرفاند 25 يوم طبعا بال 25 يوم ما كنتش أعرف إنه صاحبي حسين فياض بعده عايش فكر مستشهدين كلهم في شلنا لحد ما تحاكمنا من 78 لغاية 80 لما صارت المحكمة طبعا نزلونا لائحة اتهام 13 تهمة 12 تهمة عسكريات دخول بطريقة غير شرعية وحمل سلاح وحمل بيانات والتهمة 13 الانتباه لتنظيم غير شرعي طبعا لخمونا قديش 12 مؤبد و10 سنين العشر سنين على تنظيم انتباه لتنظيم غير شرعي هاي أقصى عقوبة عندهم بالقانون والباقيات على التهم الثانية 12 مؤبد فظلت يعني من 80 عسقلان ل 85 لغاية التبادل لما صار تبادل اللي سواه احمد جبريل تبع القياده العامه
تبادل أسرى، صار تبادل أسرى وطلعنا من السجن. احتفظت القوات الإسرائيلية بجثمان دلال المغربي، وفي عام 2008 سلمت إسرائيل في صفقة تبادل مع حزب الله رفاة جثمان على أنه يرجع لدلال المغربي، فتم إجراء فحص دي أن إيه للرفاة. إجوا أول مرة الأطباء أخذوا عينات دم من أمي على أساس يطابقوا الدي أن إيه للجثمان المزعوم إنه هيدا لدلال، ما في تطابق. المرة الثانية ما في تطابق، المرة الثالثة أخذوا مني إنه على أساس إنه يعني أختها وأنثى مثلها من العيلة يشوفوا تطابق، ما في تطابق. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد تسليم جثامين الشهداء، وهذه نقطة أساسية. يريد يعني طمس هوية المناضل الفلسطيني وإبقاء الجثامين محتجزة في مقابر ذات وضع يعني غير أبدا لا يحترم الشعائر الدينية، وأيضا في ظروف جدا سيئة لا يسمح للعائلات بزيارة هذه المقابر وقراءة الفاتحة على أرواح أبنائها. يعني عندما كان هناك تسليم لجثامين الشهداء كان هناك أمل أكبر بأن يتم تسليم جثمان الشهيد دلال المغربي وغيرها من الشهداء. فبالتالي يعني موضوع استرداد جثامين الشهداء هو في ظل هذه الحكومات اليمينية المتطرفة وفي ظل يعني هذا الكيان الصهيوني المتغطرس سيكون صعب، ولكن نحن مستمرون حتى تحرير كافة جثامين الشهداء وأيضا تحرير جثمان الشهيد دلال المغربي الذي تعنت الاحتلال بتسليمه لعائلته. برزت حركة أخوات الشهيدة دلال المغربي في الجامعات الفلسطينية تخليدا لاسم الشهيدة. دلال هي مثال، من أول ما وعيت على الدنيا عم بسمع وعم بتردد قدامي اسم دلال المغربي. يمكن إحنا صغار أنا كنت أفكرها زي قصص الخيال، إنه هاي الإنسانة مش موجودة على الواقع. قصة دلال ككل أثرت بشخصيتي، يعني خلتني في كتير من التصرفات بنيت شخصيتي، علاقاتي، تصرفاتي عم تاخد من هاي الشخصية، إنه البطولة والفداء والتضحية مش مقتصرة ولا بتعرف جنس، لا ذكر ولا أنثى. بعد مضي أكثر من 39 عاما على العملية، ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيدة دلال المغربي رافضة الإدلاء بأي معلومات عن مكانه، وما زال الاحتلال يمارس مضايقاته على الفلسطينيين رافضا أبسط حق من حقوقه في الحرية، وهو تسمية أحد شوارع رام الله باسم الشهيدة دلال المغربي. أنا يمكن كمان بكرة أموت، وبس عندي إخوة كتير لازالوا، وعدا عن أخوتي، وهيدا حق مش بس للأسرة، هيدا حق لشعبنا كلياته، وهذه أمانة. إحنا من حقنا ندفن شهدائنا، وأنا هاي الأمانة متأكدة إنه في كتير مخلصين في شعبنا حيحملوا هاي الأمانة لحتى يحققوها، ونستلم جثمان دلال وندفنه كما يليق بعروسة فلسطين كما شاءت أن تكون، ببنت البلاد كما سمت نفسها. أقولها لإخواني جميعا أينما تواجدوا، الاستمرار بنفس الطريق الذي سلكناه